وللحديث عن استمرار مواجهة النظام في إيران للحراك المعارض والتظاهرات الشعبية بسلاح الإعدامات والعنف، معنا من لندن الكاتب والسياسي طاهر الأحوازي. أهلا ومرحبا بك. أهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. ما مدى قانونية أحكام الإعدام التي تصدرها السلطات الإيرانية، وإلى أي مدى تحول النظام الإيراني هذه العقوبة لعمليات قتل بتفويض من الدولة كما ذكرت منظمة العفو الدولية؟ بعد السلام مجددا، بالنسبة لشرعية ما يقوم به النظام الإيراني، حقيقة شرعية القابة، حقيقة شرعية العصور الوسطى، يعني بالنسبة ما نشاهده من أحكام وسرعة إصدار هذه الأحكام، حتى وإن كانت يعني هي أساسا كلها كذب بكذب، وهذه الشعوب تدافع عن حقوقها المدنية وحقوقها السياسية وحقوقها الوطنية. هذا النظام أساسا، يعني إذا نريد أن نراجع ما يسمونه القانون الجزاء الإسلامي اللي هم يحترفون به، حقيقة قانون لا يتطابق لا مع الشرائع السماوية ولا مع القانون الدولي وحتى القوانين التي سنها البشر. هذا النظام يعني هو أساسا انبنى على الإعدامات، انبنى على القتل، على الجرائم، وأتصور الكل يعني أعلم وعلم بالمجازر التي قام بها قبل هذه الثورة المباركة، إن كان في المجازر التي حصلت في بداية الثمانينات أو حتى نهاية الثمانينات. هناك 37 ألف من المعارضة وحركات التحرر قام بها النظام الإيراني في أيام قبل وقف إطلاق النار بين العراق الشقيق وحرب إيران الذي فرضها على العراق الشقيق آنذاك، وكشفت والقنوات كلها بثتها، وكان الرئيس رئيسي هو أحد مسؤولين هذه القرى. فبالواقع هذا النظام لا يستند لا لقانون شرعي ولا لقانون إلى أي مدى فضحت هذه التظاهرات مجمل الجرائم التي كان يمارسها نظام الملالي في حق المواطنين بمختلف المناطق، ولماذا كان يركز على مناطق العرقيات غير الفارسية بشكل غير مسبوق؟ بالتأكيد بالنسبة حقيقة هذه الثورة، كل ما نادينا قبلها، كل ما نادينا قبلها للمؤسسات الدولية، للحكومات، لمؤسسات حقوق الإنسان، كان النظام يكذب أو المنظمات لا تصدق كلام كثير من هذه النداءات. ولكن هذه الثورة المباركة كشفت كل حقيقة هذا النظام وإجرامه. واليوم نشاهد نحن ما يحصل في عموم جغرافية ما تسمى إيران، حقيقة أثبتت للعالم كذب وزيف هذا النظام، وحتى لأتباعه وحتى للحكومات التي كانت تسانده مثل كثير من الدول الأوروبية وحتى الصين. بالنسبة لآخر ما تفضلت به حول معاملته ويا الشعوب الغير فارسية، هم يريدون أصلاً ينهون وجود الشعوب الغير فارسية، ومنهم الأحواز وبلوشستان وأتراك أذربيجان وغيرهم. وهذا السياسة حقيقة اتخذها النظام الإيراني وصلبته حتى قبل مجيء الخميني وزمرته من عهد الشاه وصولا إلى هذا اليوم. نرى نحن يستخدمون تطهير الأرض حقيقة من أهلها وأصحابها الحقيقيين مثل الأحواز وغيره. على المستوى الدولي، إلى أي مدى تبخرت بالفعل مخططات إيران بابتزاز أوروبا في الشتاء، وكيف أضر دعمها لروسيا بالوصول إلى هذه النقطة؟ حقيقة هذه مهمة الأمر، يعني هذه الذي ساعدت حقيقة ثورة الشعوب أن تنتصر إعلاميا وتنتصر سياسيا لفضح هذا النظام، عندما الأوروبيين أنفسهم شاهدوا ولمسوا جرائم هذا النظام وتدخله التوسع الإرهابي في أراضي أوروبا، حتى أصبحت عندهم قناعة أو قنعوا أنفسهم أن ما يقوم به النظام الإيراني من جرائم على أرض العراق الشقيق أو سوريا أو اليمن أو لبنان حقيقة دامغة لما يحصل اليوم في أوكرانيا. فحقيقة مشاركته
يعني كشفت كل سيف هذا النظام، وأضيف النظام حفر قبره بيده، حفر قبره بيده، وإن شاء الله نهايته قريب. من لندن الكاتب والسياسي طاهر الأحوازي، كنت معنا عبر سكاي في بانوراما الرافدين، شكرا جزيلا لك.